بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا الكراء، اقرأ الفكرة، read the paragraph، ثم أجب بنعم أو بلا، then answer with yes or no. So read this paragraph. Mr. Yasini. Yes. Read this. Yes. The paragraph. اقرأ الفقرة ثم اقرأ أجب. الفقرة. اقرأ الفقرة ثم أجب بالنعم أو بلا. 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 بنعم أو بلا. بلا مين نو، نعم يس. Yes, correct. يس. زينب مدرسة في الجامعة، تذهب إلى الجامعة الساعة 7 صباحا. يبدأ سابعة. سابعة صباحا. يبدأ اليوم الدراسي دراسيوس. يبدأ اليوم الدراسي الساعة 8 وتنتهي الساعة وينتهي. وينتهي الساعة 1 بعد الظهر. تدرس زينب تدرس. تدرس زينب 4 حصص في اليوم، وتدرس اللغة العربية. في الاستراحة تذهب إلى المكتبة. Okay, so like زينب مدرسة. Yes، مدرسة. صحيح. تذهب إلى الجامعة 8 صباحا. لا بلا 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 لا أني سير. لا لا أوكي لا تدرس زينب الثقافة الإسلامية. لا تذهب زينب إلى المكتبة. نعم صح. أولا فهم المسموع. First, understanding of what you hear. الوحدات من واحدة إلى الثامنة. From first unit until the eighth unit. أولا فهم المسموع. First hear and know. No, أولا mean first. فهم First yes. المسموع. Understanding of what you hear. Okay. Yeah, what you hear, yes. اختر الجواب. ثم اختر الجواب. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ هل تشرب القهوة؟ هل تشرب القهوة؟ So for the first one, you have three options. Which option is the right option for the question? ماذا تأكل في الغداء؟ نعم في الغداء. لا، ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمكة
والسلطة. This is the answer. اوكي، اكل السمك والسلطة. في الغداء في هل الغداء تشرب القهوة؟ هل يشرب القهوة؟ هل تشرب القهوة؟ هل تشرب القهوة؟ لا. يريدت هل تشرب القهوة؟ لا أوكي، سؤال إذا كمبيوتر. نعم نعم في الغداء. You have these three options. أكل لينف، لا أفضل الشاي، الحليب ولا المايدة. Choose one of these three. اوكي 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 لا افضل الشاي. أفضل الشاي، لا أفضل الشاي. لا افضل الشاي. أين يسكن أحمد؟ اين يسكن احمد؟ في شقتي، الشقة. في الشقة. في أي كلية تدرسين؟ في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية طب. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 7 ساعات. استمع إلى العبارة، listen to the phrase، ثم Yes. اكتب الجواب الصحيح، then write the correct answer. Yes. استمع إلى العبارة. Wait. استمع إلى العبارة ثم اكتب الجواب الصحيح. ثم اكتب الجواب الصحيح. أعمل في المستشفى. أعمل في المستشفى. أحمد مهندس يعمل في شركة كبيرة. أعمل مهندسا في شركة كبيرة. أحمد مهندس يعمل في شركة كبيرة. أحمد مهندس يعمل في شركة الكبيرة. يذهب إلى الشركة بالحافلة. يذهب إلى شركة بالحافلة. محمد مدرس في المرحلة المتوسطة. محمد يدرس في مدرس. مرحلة مدرس في مرحلة المتوسطة. يذهب إلى المدرسة بالسيارة. يذهب إلى المدرسة بالسيارة. ويعمل 6 ساعات في اليوم. كل عمل ويعمل ست 6 ساعات في اليوم. ويعمل 6 ساعات في اليوم. اكتب الكلمة التي تسمعها. Write the word that you hear. Yes. اكتب الكلمة التي تسمعها. اكتب الكلمة التي تسمعها. كر. كر. عليم. عليم. حادة. هذا.
ماطا. مآبا مآبا كاهل. كاهل قال. قال سعل. تعلى حرس. حرس استمع واختر الكلمة الصحيحة. استمع واختر الكلمة الصحيحة. خان. خان حوى. هوى كل. كل عصا. عصا ألم. ألم طاب. طاب قر. قر فطنة. فتنة استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم أجب بنعم أو بلا. ثم أجب بنعم أو بلا. So you will listen, then you will tell whether the sentence is true or false. Okay. الحوار. الحوار متى تستيقظ يوم الخميس؟ متى تستيقظ يوم الخميس؟ أستيقظ قبل صلاة الفجر. أستيقظ قبل صلاة الفجر. This one نعم أو لا؟ This is لا because استيقظ بعد الفجر. He wakes up لا. before Fajr. So this means he wakes up early. True. استيقظ بعد الفجر First one, إذا يستيقظ يوم الخميس مبكرا. So he wakes up أو before Fajr. استيقظ يوم الخميس مبكرا صح صحيح. يس أين تصلي الفجر؟ أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. أصلي في المسجد. أصلي في المسجد. صح. هو دي السر. أوكي. متى تنام؟ متى أنام تنام؟ بعد الصلاة. أنا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا وصحيفة. أقرأ كتاب وصحيفة صح. اكتب العبارة التي تسمعها. Write the phrase that you hear. أوكي. اكتب العبارة التي تسمعها. اكتب العبارة التي اكتب تسمعها. اكتب العبارة التي تسمعها. العبارات. العبارات أحمد مهندس.
أحمد مهندس. أستيقظ مبكرا. أستيقظ مبكرا. فاطمة تقرأ القرآن. فاطمة تقرأ القرآن. يذهب إلى المدرسة. يذهب إلى المدرسة. القراءة والمفردات reading and vocabulary. اقرأ الفكرة read the paragraph ثم أجب عن الأسئلة التي تليها then answer the questions which are تليها following which are below. اوكي تليها following Yes, or basically اوكي mean below. اوكي Read the paragraph. يسكن حسان في شقة في حي المطار، ويسكن أحمد في بيت في حي الجامعة. أين يسكن حسان؟ يسكن حسان في شقتي. هل يسكن حسان في بيت؟ لا، لا، يسكن في الجامعة. في شقة. في شقة، في شقة، يس. هل يسكن حسان؟ من يسكن في حي الجامعة؟ أحمد يسكن في حي الجامعة. هل يسكن أحمد في بيت؟ لا، لا، في بيت في حي الجامعة. نعم، نعم يسكن أحمد في بيت. في بيت، يا نعم، أصل يا أحمد في بيت. نريد this paragraph. أوكي، با، اقرأ في فرقة ثم اقرأ أجب عن، الفكرة. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. عثمان ثمين جدا، يأكل 4 وجبات في اليوم. الفطور الساعة 6 صباحا، وغداء الساعة 1 بعد الظهر، والعشاء 7 مساء، وعشاء الساعة 7 مساء، ويأكل وجبة بعد الفطور وقبل الغداء. يحب عثمان الطعام. عثمان الطعام يأكل في الفطور السمكة والبيضة، ويأكل في الغداء اللحمة والدجاجة، ويأكل قبل الغداء حلوي، ويشرب الشاي. حلوة. أوكي، ويأكل قبل الغداء الحلوى، ويشرب الشاي ثم القهوة. كم وجبات يأكل عثمان في اليوم؟ 4 وجبات. متى يتناول الوجبة الأولى في السحور؟ وجبات في أوكي. الفطور الساعة 6 صباحا. يقول سيتناول الوجبة الأولى الساعة 6 صباحا. أوكي، الساعة 6 صباحا. متى يتناول العشاء؟
أوكي. والعشاء الساعة السابعة مساءً. You will not use why in the answer. So you'll just say الساعة السابعة مساء. متى يتناول العشاء؟ They write here والعشاء No, الساعة don't use why السابعة. in the answer. Just say الساعة Okay. السابعة مساء. Okay. الساعة السابعة مساء. Okay. ماذا يحب عثمان؟ عثمان يحب عثمان الطعام. ماذا يأكل في الغداء؟ ويأكل في الغداء اللحم والدجاجة. لحم والدجاجة. ماذا أوكي. ماذا يأكل قبل الغداء؟ ويأكل قبل الغداء الحلوى ويشرب الشاي ثم القهوة. Okay, we will stop here and next time inshallah we'll continue. Do you have any question? Inshallah. Take you. We will continue the same program in Shahr Ramadan. Yes, inshallah. Do you want to make any changes? So that's okay. I don't know. The kid doesn't come in these days. So I don't know if that is due to the Ramadan or what is the reason. Maybe they are fed up. Okay. Jazakallah khair. Yes, so inshallah we'll continue with the same program. Ma'assalam. مع السلامة. جزاك الله خير.